لا الفرقتين يعني. طيب، بس فنيا شايف الاهلي الفتره دي مع موسيماني ازاي؟ مع موسيماني لسه يعني، انا توفر على موسيماني مع سان داونز، مدرب ليه فكر وليه بصمه كده على الفرقه، زي مثلا جوارديولا في ما كان بيروح يمسك اي فرقه كان بيطبع البصمه بتاعته او الفنيات بتاعته على اي فرقه بيمسكها. فموسيماني يعني لحد دلوقتي مثلا 60% من البصمه بتاعته هي اللي ظاهره دلوقتي يعني، لسه برده مش قادر احكم عليه بشكل كلي مع النادي الاهلي، لان لسه مع الصفقات اللي هو عايزها، مع اللعيبه اللي هو طالب لعيبه بالاسماء، مع اللعيبه دي انا ممكن احكم عليه يعني، انا ما اقدرش احكم عليه برده لسه في نهايه موسم جاي على فرقه. الحاجه الايجابيه اللي هو عملها ان هو خد بطوله افريقيا غايب عن النادي الاهلي، دي تتحسب له طبعا، مع يعني مع الفرق البسيط ان هو يعني مش اللي هو كان هيتسال لو الاهلي خسر البطوله، كانش هيتسال 100% طبعا على البطوله يعني، انما تحسب له حاجه ايجابيه في تاريخه طبعا يعني. انما لسه احكم على موسيماني لا، هو مدرب كبير جدا قبل ما يجي الاهلي. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان الفتره الجايه يقدر يحط البصمه بتاعته اللي احنا متعودينها مع سان داونز او مع اي فرقه مسكه مع جنوب افريقيا، ان هو يقدر فعلا يخلي الاكل الاهلي في مكان تاني خالص يعني. فان شاء الله باذن الله اتمنى له التوفيق يعني، واتمنى مزيد من البطولات يعني. ان شاء الله طبعا احنا بنتمنى له الشفاء، زي ما حضرتك عارف انه بيتس موسيماني مصاب بفيروس كورونا. هو المشكله دلوقتي المديرين الفنيين كابتن خالد عيد كابتن بيتس موسيماني يعني. ربنا يشفيهم الاثنين ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله طبعا يا رب، بنتمنى الشفاء للجميع طبعا. بس كنت عايزه اسالك بالتحديد فكره انه المباراه اللي جايه هيكون كيفن جونسون هو مكان موسيماني، او بيتولى القياده الفنيه مكان موسيماني، شايف ان ده هياثر على الفريق ولا لا الاهلي جاهز ومتعطش لكل الانتصارات يعني؟ هو طبعا يعني شخصيه الاهلي بتبان قدام اي فريق وبتبان مع اختلاف اي مدرب، هتاثر بس مش بنسبه كبيره قوي، لان لو مدرب مثلا اول مره يشتغل مع مستر موسيماني كان هيفرق. انما المدرب ده معاه بقاله مثلا سنين يعني، مع سان داونز ومع كان مع منتخب جنوب افريقيا معاه، فهو خلاص يعني الفكر بتاعه هو حافظه يعني. فان شاء الله باذن الله مش هيبقى في تاثير اللي هو الكبير قوي يعني باذن الله يعني. وانت بتتفرج كده، مين اكتر اللعيبه اللي في الفتره اللي فاتت والمباريات اللي فاتت، سواء نهائي افريقيا او نهائي الكاس او حتى اول مباراه في الدوري، اكتر اللعيبه اللي شايفها كده بتتالق الفتره اللي فاتت دي مع النادي الاهلي؟ هو نمره واحد الشناوي يعني، دي ما فيش خلاف عليه يعني في مصر بحالها، ان هو يعني 60 او 70% من قوه الفريق يعني. فوات كده تلاقي الاهلي مش مستواه، فما تلاقي مدرب حارس مرمى قوي لا بيفرق مع اي فرقه يعني، خلي بقى مع نادي الاهلي يعني. نمره اتنين عمرو السوليه، مستواه اتطور جدا جدا يعني، من اول فتره كان عمرو السوليه موجود فيها لا انا حاسس ان هو في زياده مستمره جدا يعني. ثلاثه بدري بانون يعني، من خلال مثلا يعتبر يعني ما لعبش ماتش ولا اتنين، هو ماتشين بس، ماتش نهائي كاس وماتش اول ماتش في الدوري بالظبط، انما لا باين ان هو فارق جدا مع النادي الاهلي، باين فارق ان الكره من ماكيني من ورا كده على الارض، بيعرف يبدا هجمه كويس جدا، لعيب رجليه مظبوطه جدا. انا شايف ان هو من مكاسب النادي الاهلي الموسم ده باذن الله يعني.